الخبر أولي عدنا عن قمر الطاي والمقابلة اللي سوتها ويا قناة الآن، فأسئلة هواي نارية إجتها، وأهم الأسئلة اللي سألتها فرح القمر الطاي هو أنس وصالة شنو رأيها بيهم، وبنفس الوقت لقب تنطيهم إياه. فردت قمر الطاي راح أحط لكم إياه، شوفوا. هما كمان تحسيهم من ملوك الترند، بس ما بعرف شو أعطيهم، ما بعرف شو أعطيهم هاشتاج، بس هنن يعني أنجح عائلة باليوتيوب. صحيح. يعني محتواهم كثير حلو، بس كهاشتاج ما بعرف يعني صراحة شو أعطيهم هاشتاج، بس كثير بحب محتواهم وهيك يعني ناجحين. عن جد ناجحين. عاملين شيء سبيشل لإلهم والناس تحبهم ما شاء الله. تحسيهم عالم وحدهم بس ناجحين. صحيح، بصوروا بس بيناتهم العائلة بس. صحيح. ناجحين. صحيح. بس هاشتاج ما عندي هاشتاج. يلا بدون هاشتاج بس. المحبة موجودة بس بدون هاشتاج. بالنسبة الثانية صورة حطت لها إياه واللي هي صورة نارين بيوتي، فردت قمر الطاي إنه بتشوف نارين بيوتي هي من أفضل يوتيوبر بالوطن العربي، راح أحط لكم إياه، شوفوا. بيوتي هاشتاج صانعة محتوى، هاشتاج صانعة محتوى لنارين بيوتي. في عندك تعليق؟ إذا عندك عندك، إذا ما عندك أعطيت هذا هاشتاج لأنه أشوفها أنجح صانعة محتوى كبنت حاليا باليوتيوب. محتوى حلو. نارين انا في الموسم اللي فات كنا عندنا توب 5 وطن عربي يوتيوبرز، انت طلعتي كمان معنا مره، يعني الناس اللي بتطلع ترندات. فنارين واكل الجو ما شاء الله عليها، يعني مستحيل تحط شيء ما يطلع ترند. محتواها كثير حلو، كثير حلو. قوي كمان. بالنسبة الثالث صورة يا حبايب، فحطت لها صورة نور ستار، فكشفت قمر الطاي انه هي التقت ويا نور ستار بالسابق، ولكن كان لقاء وحيد مو اكثر، وبنفس الوقت قالت انه هي بالحقيقة كيوت، راح احط لكم اياه، شوفوا. نور ستارز عراقية مثلك. ايه عراقية، ومن من الناس كمان اللي عندها جمهور عربي وعراقي. هاشتاج لنور ستارز. ولا مرة التقيتي فيها؟ صح؟ التقيت فيها مرة. التقيت. يمكن هاشتاج الكيوت. هاشتاج كيوت. تعرفي شفتها على الحقيقة شكلها كيوت. ايه. فحسيتها يعني خاصة. صحيح. بس شفت التعامل أصلاً يعني هيك عفوية وكذا. يمكن الكاميرا تعطيها شكل غير، بس على الحقيقة كيوت شكلها. صحيح. والله. صحيح. حتى شخصيتها أنا كذلك ملتقينا، بس كيوت هيك عفوية وأسلوبها حلو. أسلوبها حلو جداً. عفوية. بالنسبة للرابع صورة، فكانت صورة بيسان إسماعيل يا حبايب، لحسب ما وضحت إنه أحلى شيء بيها واللي هو صوتها الحلو، عليكم راح أحط لكم اللقطة، شوفوها. بيسان إسماعيل. هاشتاج لبيسان إسماعيل. كمان هي من البنات اللي بلشوا صغار. صح. يعني كمان بلشت بعمر 14 سنة. بلشت أنت يعني مثلها، بلشتوا في سن صغير. فيمكن تحسي شو اللي حسيته هي، بتحس اللي حسيته أنت وكذا يعني. بيسان 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 بيسان. كمان قوية على السوشيال ميديا بيسان. أم صوت. أم الصوت. أوه. صوتها حلو. أم الصوت. أم الصوت. صحيح. أم الصوت. أم صوت. إيه صوتها حلو بيسان. صحيح. جميل. شي بيسان صوتها كتير حلو. صوتها حلو. ما شاء الله. مشروع فنانة كبيرة. صحيح. الصوت. وبالإضافة إنه قمر الطاي التقت ويا أسامة مروة يا حبايب، ونزلت هذا الستوري ويا أسامة مروة، واضح الصورة مقاطع ويا بعض، فأسامة بيده كاميرا، فاكتبوا لنا بالكومنتات شقد متحمسين لهذا التعاون. بالإضافة إنه أسامة مروة نزل على حسبه بالإنستغرام هذا الستوري دي حمس متابعين إنه ما قبل العاصفة، والستوري اللي بعده يعني من خلال إنه صور مقطع كلش ناري راح ينزل قريبا، فاكتبوا لنا بالكومنتات شقد أنتم متحمسين لهذا المقطع. وشو انتقال راح يكون؟ ننتقل حاليا روزا يا حبايب وعملية الأنف اللي سوتها، طبعا عملية حقيقية مو مقلب، مثل ما شايفين يا حبايب روزا طلعت هي نوعا ما عندها انحناء بأنفها، هذا اللي خلاها انه هي تسوي عملية، نزلت سويت ستوريات تقول بها انه سوت العملية، وقلت الحمد لله صارت العملية وناجحة، ووضحت انه راح ينزل فلوج بكامل العملية، فكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لوسام تيكت ودس التراك على ياسو وفضيحتها انه ابوها وامها منفصلين عن بعض، فنزل البرومو على الستوري مالته يقول بيها انه امك بتنترك وصارت تشتاء، واضح انه قصده ياسو يا حبايب انه امه وابوها منفصلين عن بعض، راح تنزل اليوم بعد 5 ايام راح احط لكم الستوري، شوفوا. تنترك مثل امك حتدوري وما حتلاقي وقت، لا تكذب على حالك وتحني وتشتاقي. كل البعونا وقفوا حتى يشوفونا وقت ما يبقى حدا. ننتقل حاليا لامراض اليوتيوبر، اول شيء اللي هي نارين بيوتي يا حبايب نزلت هذا الستوري تقول بي انه هي مريضه، بالستوري الثاني كانت تقول انه واضح انه وزنها نازل بسبب انه هي بدات تاكل حاليا، فتطلب متابعيها انهم يدعوا لها على مود ترجع ازداد وزنها، راح احط لكم لقطه شوفوا. شكرا لك لحد اطمن علي. نارين يسر لي كم يوم مريضه، واليوم ساء الوضع واكتشفنا انه لاني ما عم اكل، فمن اليوم بلشت بحبوب فواتح شهيه عشان اعرف اكل.
بالنسبة للشخص الثاني اللي هو أحمد أبو الرب، فبعد ما نزل السوري بالمستشفى وضح أنه بوعكة صحية، الله في ياره إن شاء الله ما بيه إلا الخير والعافية. بالإضافة يا حباب نزل هذا السوري اللي باركه وصبا إنه صار لهم سنة كاملة متعرفين على بعض، ويقول ما أدري شلون كانت حياتي بدونك، الله يديهم البعض يا رب، والله يكمل حياتهم بالزواج. وصل يا حبابنا وصلت المقطع، فجروا طب لايكات عشان يكون فيه زين من قلب ميك القصص. أحبكم وبس، مع السلامة.